من أمام المطعم الذي حصلت فيه الحادثة ينضم إلينا مراسل التغيير بدر الركابي. أهلا بك بدر. يعني أطلعنا بداية، إلى أين توصلت الأجهزة الأمنية في تحقيقاتها جراء هذه الحادثة؟ هل من خيوط توصل الأجهزة الأمنية المعنية للقاتل؟ نعم حلا، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. لغاية الآن القوات الأمنية تمارس عملها بعمليات البحث عن المتهم. لغاية الآن يعني الفرق الجوالة خصوصا في هذه المنطقة مستمرة، نتواجد في هذا المكان منذ نصف ساعة من الآن، وشاهدنا أكثر من مركبة للقوات الأمنية وأيضا استفسرت عن وجودنا، بالتالي هي متابعة لهذه القضية. أيضا نحن متواصلون لغاية الآن مع أصحاب المطعم، وأيضا أرفدونا بأن الإجراءات الأمنية مستمرة بقضية يعني محاولة الوصول إلى المتهم، خصوصا وأنه يعني قريب من هذا المكان. تحدثنا عن الحادثة، فالحادثة هي يا حلا بدأت يعني عند الساعة 2 بعد منتصف الليل. الشخص قدم إلى المطعم مع عائلته وأقدم على شراء بعض من المنتجات من المطعم، تأخر طلبه لدقائق وهذا ما جعله ينفعل، وبدأت هناك يعني مشادات كلامية بينه وبين أصحاب المطعم، فقام بتهديدهم ومن ثم ذهب. بعد وقت قليل عاد إليهم مرة أخرى حاملا سلاحه وبدأ بإطلاق الرصاص الحي على المطعم بشكل مباشر، هذا ما جعل هناك تكون ضحايا لعملية الاستهداف للمطعم. العامل الأول هو محمود وهو جنسي من الجنسية اللبنانية، توفي نتيجة للرصاص. ربما هذه التفاصيل أصبحت واضحة عند هذه النقطة بدر، لاستغلال الوقت. يعني ما انطباع الشارع البغدادي إزاء هذه الحادثة؟ يعني أنت تعلم لطالب نادى وطالب الشارع العراقي من الحكومة باتخاذ موقف حازم إزاء ملف السلاح المنفلت. يعني حلا دعيني أتحدث معك وأريك الصورة. هنا في منطقة حيور تشاهدون يعني في الشارع هنا في إحدى مناطق العاصمة بغداد، وهذا الشارع الذي يشهد اكتظاظ بحركة المارة والمركبات في الأيام العادية، ولكن كما تشاهديه اليوم هو شبه فارغ، لا توجد هناك حركة خصوصا في المناطق والمحال القريبة من مكان الحادث. هذا المكان كان يشهد زحام كبيرة نتيجة للحركة الكثيفة في هذه المنطقة، لكن الخوف المتولد والذي ما يزال مستمر لغاية الآن خصوصا عند أهالي منطقة حيور جعلهم يقللون من تواجدهم هنا بالقرب من مكان الحادث، خصوصا وأن يعني قبل 3 ساعات من الآن انتهت عمليات التشييع للعامل اللبناني. قدمت عائلته هنا إلى منطقة حيور قادمة من لبنان وشاركت بعملية التشييع، وأيضا ذهبت مع أصحاب المطعم إلى محافظة النجف الأشرف من أجل دفنه، ولغاية الآن هم في الطريق من أجل العودة إلى بغداد واستكمال الإجراءات والمتابعات مع القوات الأمنية للوصول إلى المتهم. شكرا بدر الركابي مراسل التغيير، كنت معنا من بغداد.